يعني دخلنا في الليالي الغالية، خلاص داخلين على العشر الأواخر من رمضان، أغلى أيام العمر. وسبحان الله المنزلة اللي احنا جايين نتكلم عليها لها علاقة بالأيام الجميلة دي، منزلة العبودية. منزلة العبودية وإزاي تعيشها بأحسن ما عندك، وإزاي تطلع أحسن ما عندك وإنت عبد لله. العبودية دي أحلى منزلة توصلك للحياة الطيبة، فلنحيينه حياة طيبة. العبودية دي طمأنينة، دي منزلة رائعة، طمأنينة، اطمئنان، أمان. عبد المين؟ عبد المالك الملك. العجيبة أن الانتساب ده شعورك أنك منتمي إلى الله، ولن تنتمي إليه إلا وحسيت أنك عبد. هو مش موضوع بتصلي قد إيه، ده إحساس داخلي أنا عبد وفرحان أن أنا عبد ومنتمي إليك عبد. العجيبة أن ده مش كلامنا إحنا لوحدينا، مارتن سليجمان مؤسس علم النفس الإيجابي بيقول كلام رهيب، بيقول لن تصل إلى الحياة الطيبة الويل بينج حتى يكون هناك معنى كبير في الحياة تشعر أنك تنتمي إليه. مش هتوصل للسعادة، مش هتوصل لنشوة الإنسان أنه يعيش مستقر لغاية ما يكون في معنى كبير في الحياة تنتمي إليه. وبيقول كلام أكتر من كده، وكل ما كان المعنى ده أكبر، كل ما شعورك وكل ما كان المعنى اللي أنت منتمي إليه أكبر، كل ما شعورك بالسعادة يزداد. عرفت معنى كلمة الله أكبر؟ أنت أكبر حاجة في حياتي، أنا منتمي إليك يا الله. إيه إحنا موجودين في الدنيا ليه؟ وهدف وجودنا إيه؟ سؤال خلى الفلاسفة والعلماء عبر التاريخ سؤال وجودي، إحنا هنا موجودين ليه؟ أقوى من رد على السؤال ده بكلام واضح جداً وقوي جداً آيتين في القرآن. أنتوا موجودين هنا ليه؟ لأن ده سؤال يخلي الإنسان يتايه يا مستقر. أول آية في القرآن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت عبد، أنت عبد، عيش كما يعيش العبد وتصرف كما يتصرف العبد. بقيت وزير، بقيت رئيس، بقيت أغنى أغنياء العالم، في الآخر هتروح فين؟ أنت عبد. ادي روحك حقها من العبودية. لما تسجد حس انك عبد. ما امتى هتحس انك عبد لو ما حسيتش وانت ساجد؟ لو قلت الله أكبر أشعر بالانتماء الكبير وانت داخل في الصلاة انك عبد. عيش عبد، عيش عبد، انتمي لله. العجيب ان اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله، وكأن أكبر معنى هو عبد. وهو قال إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد، كأنه عايز يقول مش الصلاة وبس، وأشرب كما يشرب العبد، وأمشي كما يمشي العبد. إيه ده، أنت ما اخترتش الصلاة يا رسول الله، ما قلتش أصلي كما يصلي العبد. أنا طريقة حياتي عبد، أنا وأنا سايق عربيتي مهما كانت عربيتي فارهة ومبسوط بنفسي ولابس حلو، أنا في الآخر عبد. أدي أول إجابة في القرآن، أنت موجود في الدنيا دي ليه؟ أنا عبد. تاني سبب أنت موجود في الدنيا دي ليه؟ دي بيسموها آيات وجودية، يعني ألف به وجودك، هي الآيتين دول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طب والآية التانية: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. أنتم موجودين هنا عشان يختبركم، يبلوكم يعني يختبركم، أيكم أحسن عملا. إحسان يعني لخصهم لي: أنا عبد محسن. غمض عينيه كده، ممكن تفتكر الجملة دي دايما: أنا عبد محسن، أنا عبد لله، بطلع أحسن ما عندي، بعبده بأحسن ما عندي، وبعامل الناس بأحسن ما عندي، وبشتغل في الدنيا بأحسن ما عندي. أنا عبد محسن، وده هدف وجودي لغاية ما يدخلني الجنة. حفظت الكلمتين دول: عبد محسن. ممكن تكتب الآيتين عندك في حتة عشان دايما تبقى فاكرهم على الموبايل بتاعك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. السؤال اللي حير الفلاسفة عبر التاريخ متجاوب في القرآن بآيتين في منتهى الوضوح والقوة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عبد. اتنين: أنت مخلوق عشان تطلع أحسن ما عندك ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يقوم ربنا سبحانه وتعالى يعمل معنا حاجة عجيبة يا فرح. فرح، إحنا مش عايشين عمر واحد فرح، احنا عايشين خمس اعمار. عبد الله، احنا نحيا خمس اعمار. طبعا انا عارف الناس بتقول لي ايه احنا، لا لا والله ابدا، هم خمس اعمار. الانسان انت كائن مكتوب لك الخلود والبقاء، بس طريقه اختيار الله لخلودك وبقائك عباره عن خمس اعمار. انا اول مره اسمع الفكره دي، احنا عايشين خمس اعمار وكل عمر بيسلم للعمر اللي بعده، والاعمار الخمسه
كل اختبارك فيها عبد المحسن وحدلل لكم دلوقتي. وتعالوا نمسكهم نقولهم كده بسرعة، نقول الخمسة بسرعة وبعدين نعيش واحد واحد. العمر الأولاني عمر الفطرة، يوم ما طلع ربنا كل أرواحنا من 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 ظهر أبونا آدم وغرس فينا الفطرة، العمر ده كان بالروح فقط. العمر الثاني عمرنا في أصلاب أجدادنا من جد جد جدك وانت مكتوب انك جاي وعمال تنتقل، والعمر دون كان بالروح وشوية من الجسد. العمر الثالث هو العمر اللي في النص بين الخمسة، عمرك في الحياة الدنيا، على فكرة ده أقصر عمر. العمر الرابع عمر الروح من ساعة الموت لغاية يوم القيامة. العمر الخامس في الجنة أو النار، بس أنت مكتوب لك الخلود لأنك فيك نفخة من الله، وهذه النفخة لا تبيد أبداً. تعال نبدأ. العمر الأولاني عمر الفطرة له قصة، والقصة موجودة في القرآن، دي عقيدة عند المسلمين. وإذ أخرج ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، ربنا أخرج من ظهر آدم كل ذريته في مشهد جمع البشرية كلها، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. إيه الآية دي؟ طب يعني حصل إيه؟ غرس فينا كل القيم والأخلاق ومعرفة الله في اليوم ده، ختم مغروس جوا روحك متغلغل جواك. أنا مش فاكر الحكاية دي. لأ فاكر، ما هو كل القيم بتاعتك واللي عايشة بيها البشرية من اليوم ده. عمر ابني، أديكم مثل بسيط، عمر ابني خدته مرة ومعدي قدام المدرسة، وعمر دلوقتي ما شاء الله كبير يعني، خدته مرة قدام المدرسة اللي كان فيها في أولى ابتدائي، قلت له عمر أنت كنت في المدرسة دي؟ قال لي مش فاكر. قلت له بس اللي علموه لك مغروس فيك، أنت كنت فيها يا عمر. هو ده اللي حصل في العمر ده، غرس فينا ربنا كل هذه المعاني، كل معاني القيم والأخلاق والروحانيات، معرفة الله. بس دول القيم والأخلاقيات والروحانيات دول كتير قوي قوي قوي، طبعا حاجات كتيرة جدا. طب ما أنا حتوه كده، يقوم يا ربنا سبحانه وتعالى بكرمه يلخصهم لك في اتنين. أول حاجة العبودية، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، ما هو دي العبودية، اوعوا تنسوا، مغروسة جواكم. طب والتانية، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أنت مغروس فيك الإحسان، مبني جواك، أنت مش هتتكلف أنك تحسن لأن هو مغروس جواك، مبني جواك. جامعة في كندا عملت إحصائية أو دراسة على 1000 طفل، إيه اللي بيجمعهم في سن الطفولة المبكرة؟ فجأة كمية الروحانيات اللي موجودة في الأطفال والقيم الأساسية اللي موجودة في الأطفال. وصدق رسول الله كل مولود يولد على الفطرة، أنت بتتولد عبد محسن. طب وهو العمر ده هدفه إيه؟ حسابك يوم القيامة أن أنت جاي بنسختك الأصلية ولا لأ؟ أنت نسختك الأصلية لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، عبد محسن. الاختبار يوم القيامة هتيجي موافق لنسختك الأصلية ولا مختلف عن نسختك الأصلية؟ تمسك بفطرتك، تمسك انك عبد محسن. طيب فطرتي دي حاجات كتيره قوي، حنسى الصدق والامانه والاخلاص والعبوديه وحب الله، وحنسى كل الحاجات دي. لخصهم في كلمتين، عبد محسن. انا عبد لله، انا عايش انك عبد لله. هتلاقي نفسك كريت كل الروحانيات، انا بطلع احسن ما عندي، هتلاقي كل الاخلاق موجوده، وكأن ربنا بيقول لك ادي حاجات كتيره انا خايف عليك تنساهم. لخص فطرتك في كلمتين، انا عبد محسن. حسابك يوم القيامه عشان تخش الجنه في عمرك الخامس، الشهاده اللي انت داخل بيها ان انت جاي بالصفات الاصليه اللي خلقك بيها، نسختك الاصليه. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، جاي تخش الجنه. انت على بعد قد ايه من نسختك الاصليه؟ مش 100% لان احنا بشر، لكن غالب عليك انك عبد محسن. فاكر في اغلب يومك وشهرك واسبوعك أنا عبد ليك، حاسس بيها، ما بتنساهاش. والصلاة بتساعدك والذكر بيساعدك، وبتحاول تطلع أحسن ما عندك، مش 100% محاولة الإحسان إحسان. جاي بنسختك الأصلية تخش الجنة في عمرك الخامس، أنت بعيد عن نسختك الأصلية. أنت فين أحسن تقويم اللي أنت جاي بيه؟
استرد فطرتك. هو ده هدف العمر الأولاني، هو ده هدف العمر الأولاني. عشان كده غرسها فينا، عشان ما نجيش الدنيا ونقول الدنيا صعبة وانت سبتنا يا رب. لا، أنا غرس فيكم الفطرة من قبل ما تيجوا، مالكوش حجة، مغروسة جواك. كون ان انتوا ضيعتوها وبعدت عن فطرتك الأصلية بانك كبرت دماغك وغفلة وذنوب ومعاصي وأخطاء وكبر وقسوة في القلب، بس مش ده اللي أنا غرسته فيك. طب وهي يا رب الفطرة اللي انت غرستنا فيها دي قوية؟ قوية جدا. بص الآية، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. فرح، انت بتاعت ديزاين وبتاعت فاشن، الصبغة غير اللون، اللون في الغسيل يطلع، الصبغة ما تطلعش. عشان كده ربنا قام يسميها صبغة الله، دي جواك قوي 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 قوي. ده العمر الأولاني رهيب، مش كده؟ أنا عارف إن بعضكم بيقول بس يعني هعرف أجيبها. هو ده الاختبار. العمر الثاني معجزة، من جد 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 جدك من 500 سنة ومكتوب إن عيد جاي، من جد 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 جدك وجدتك مكتوب إن علي ده جاي. سبحانك، أصل جد جده ما كانش عايز يتجوز، لازم هيتجوز لأن مكتوب بعد 200 سنة إن جاي من صلب فلان. الله، مالك الملك، ملك بتاع سيده، مالك الملك، تبارك الذي بيده الملك. أصل هي ما كانتش بتخلف، هتخلف. أصل هي قعدت لسن الأربعين ما بتتجوز، مكتوب إن جاي منها، جاي منها بعد 100 سنة هتتجوز، هتتجوز وهتخلف، هتخلف. والأربعين سنة اللي ما اتجوزتش فيها هيجي لها توأم في سنة واحدة، عشان مكتوب إن جاي منها اتنين، عشان دول هيطلع منهم فلان، عشان يطلع منه فلان. سبحانك سبحانك سبحانك. يا سلام على عمر الأصلاب ده، ده العمر الثاني، ده العمر الثاني، وانت عمال تتنقل وبتتنقل معاك فطرتك بيور 100%. العمر الثاني عمر الأصلاب، جاية معاه فطرتك 100%، بس جاي معاه حاجة تانية مع الفطرة، عشان اختبار الدنيا يكتمل. جيناتك اللي جاية من أجدادك فيها جينات حلوة ما هو الاختبار هيبدأ اهو، وفيها جينات وحشة. هو مبتسم ليه؟ سبحان الله، جده كان طول عمره مبتسم. هو كريم ليه؟ أصل جدته كانت كده، لما تشوف جدته هي كانت كده بالظبط. هو ندل ليه؟ حاجة. أنت جاي هتطلع للدنيا أهو، أنت دخلت رحم أمك أهو، معك فطرتك بيور 100%، أحسن تقويم، عبد محسن جاي على كده، بس معك الجينات عشان يبدأ الاختبار. العمر الثالث عمر الدنيا، قصير قوي. عمر الأصلاب ده طويل قوي. عمر الفطرة الله أعلم اتغرست الفطرة في قد إيه. هو خلق السماوات والأرض في 6 أيام، كل يوم ويوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، قصير قوي. عمرك من الموت ليوم القيامة، لغاية يوم القيامة عمرك في الجنة أو النار خلود، يا نهار أبيض، 60 سنة ولا 70 سنة ولا 80 سنة ولا 90 سنة، أنت بتغامر في الفرصة الصغيرة. ده كل اللي جاي مبني على دي، ده هو جه في النص، خلي بالكوا، 2 قبله و2 بعده. وعمرك في الدنيا في النص، واخد من اللي جاي قبلك وهتودي للي جاي بعدك. الاختبار هنا، مين اللي هيكسب مين؟ فطرتك هتكسب جيناتك وتستفيد من جيناتك الحلوه ضد جيناتك السيئه، ولا هتقول اصل انا اعمل ايه، ما انا مخلوق كده والظروف كانت صعبه. الفطره اقوى، صبغه الله ومن احسن من الله، اكيد الصبغه اقوى من الجينات أكيد. ومش أنا اللي بقول كده، باربرا فريكتسن أستاذة علم النفس بتقول الإنسان تصرفاته في الحياة 50% جينات، 10% بيئة محيطة، صحابه والناس اللي حواليه، 40% إرادته اللي مغروسة جواه اللي هي الفطرة. الله، بس كده 40%. لكن بتقول إيه باربرا فريكتسن؟ بتقوله ال 40% هم اللي بيواجهوا 60%. واختبار الحياة يكون، هل ستبقى عبد المحسن؟ هل ستحافظ على النسخة الأصلية؟ ولا هتفرط في النسخة الأصلية؟ النسخة الأصلية دي فيها حاجات كتيرة قوي، أخلاق وقيم وروحانيات متلخصة في كلمتين، عبد محسن، خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وأشهدهم على نفسي على أنفسهم ألست بربكم، عبد محسن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عيش إنك عبد، تواضع لله، ما تعلاش قوي، عبد
اوعى مهما نجحت وعملت فلوس والناس شاورت عليك وسقفوا لك تنسى انك عبد. لو السوشيال ميديا كلها بتقول يا سلام عليك، في الاخر اوعى تنسى انك عبد. حط دماغك في الارض. اكتر امه بتحط دماغها في الارض في كل الاديان والامم هي امه محمد صلى الله عليه وسلم. هل استفدت من سجودك ان تشعر انك عبد؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله خيرني بين أن أكون ملكاً نبياً أو عبداً نبياً، فاخترت أن أكون عبداً نبياً. ده اختبار الدنيا. هتقول لي صعب، يقوم ربنا يطمنك ويقول لك: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بس ابدأ بإحسان، محاولة إحسان، وشوف أنا هعمل معك إيه. تبدأ بس: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، حنكرمهم ونرفعهم وإن الله لمع المحسنين. حط الإحسان شرط. عبد محسن. ده العمر الثالث. العمر الرابع: الروح من ساعة الموت لغاية يوم القيامة نفسك تستريح، نفسك تطمئن على حالتك في قبرك، نفسك تبقى روحك مطمئنة فرحانة تعيش أفراح. عرسك هو ما بعد لقاء ربك. يا أخيرا قابلت ربي. عايز تضمن الحاجتين دول لازم تفضل بنفس الحاجتين. عبد المحسن جبتها منين؟ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي فيه عبادي. عبد. طب ومحسن جبتها منين؟ ربنا بيقول على النفس بعد ما تموت أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. أو تقول إيه؟ لو أن لي كرة، لو ينفع أرجع الدنيا تاني فأكون من المحسنين. إيه ده؟ أنت عملت تطلع لنا آيات الإحسان أنا ما كنتش واخد بالي منها قبل كده. يعني بعد الموت الحاجتين: لو أنت عبد فادخلي في عبادي، وأكتر حاجة بيندم عليها الإنسان بعد الموت: لو أن لي كرة، كرة يعني لو ينفع أرجع تاني فأكون من الإيه؟ مش من المتقين، مش من المحسنين. العمر الخامس والأخير: الجنة والنار. يا رب كلنا من أهل الجنة. أنت معاك قد إيه من فطرتك؟ عارف اللي هو بيفور أن أفتر قبل وبعد؟ أنت جاي من العمر الأول، إحنا ادينا لك ده، قول لي أنت جاي معاك كم من ده؟ أنا كنت عابد ليك يا رب، صلاتي وذكري، وأنا يا رب حاولت أطلع أحسن ما عندي على قد ما أقدر. سلام عليكم، ادخلوا الجنة، مبروك، مكمل خلود، خلاص ما عادش فيه اختبارات، خلصنا الخمس أعمار. تعالوا نراجعهم كده الخمس أعمار، تعالوا نراجعهم على العبودية. العمر الأول والتاني: عبد غصب عنك. العمر الثالث: عبد باختيارك الدنيا. العمر الرابع بتاع الموت: عبد غصب عنك. العمر الخامس في الجنة: عبد بس ملك من ملوك الجنة. يقول الله تبارك تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت على أهل الجنة نعيما وملكا كبيرا. عباد الدنيا ملوك الجنة بس عبد. طب والإحسان؟ الإحسان العمر الأول والتاني مغروس فيك الإحسان، مبني جواك، جاي بيه. أنت إنسان عايز تحسن، بيلد إن جواك الأيديال سيلف. كل واحد عايز يشوف نفسه أحسن حاجة في العمر الأول والتاني، أنت جاي بيهم. نفسك تشوف نفسك أحسن حاجة. ما حدش بيتمنى نفسه يشوف نفسه أوحش في المستقبل. ما حدش بيقول يا سلام لو أبقى أكثر فقراً الخمس سنين اللي جاية. كل الناس بتقول يا رب أبقى أحسن، وعايز يحسن نفسه. هو ده الفطرة وهو ده عمر الأصلاب، جاي بيهم. دي حلقة النهاردة. هل تشعر أنك عبد لله؟ هل العشر الأواخر هتملأ قلبك بالعبودية؟ هل جائزة ليلة القدر هتخليك تذل نفسك لله؟ ذل العبد. يا جماعة أنت عبد، مال تتذلل لمين غير لمولاك؟ تروح لمين؟ تبكي بين إيدين مين؟ مال يعني إيه بترفع إيديك للسماء وتقول له أرجوك أتوسل إليك؟ لو ما حسيتش إنك عبد وإنت بتدعي، ولو إنت ساجد، ولو إنت صايم، ولو هو مغنيك وانت ما كنتش حاجة، افتكر ده انت كنت طفل لا تملك شيء. مين اللي علمك؟ مين اللي أوجدك؟ مين اللي خلقك؟ بص في المراية: وصوركم فأحسن صوركم، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. انت عبد قوي، انت حتى قدام المراية اوعى تنسى انك عبد.
مهما عليت التعب، وطلع أحسن ما عندك، عيش عبد محسن.